هل تعرف قصة الدولة التي كانت تتواجد بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا؟ يرى الملاحظ للشريط الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أنه أبعد ما يكون عن المثالي، فهو يشبه إلى حد بعيد محاولة طفل صغير لرسم خط مستقيم. في الواقع كان هذا الشريط الحدودي مصوغا بشكل سيء لدرجة تسبب فيها الكثير من المشاكل بين البلدين، ولحد الساعة ما زال يجعل الفصل بين حدود البلدين أمرا عويصا. لكنه قبل 200 سنة في الماضي تسبب في نشأة دولة ثالثة بين البلدين، دولة بأكملها. كان الجزء الشرقي من كندا الآن تحت سيطرة فرنسا قبل أن تستحوذ عليه الإمبراطورية البريطانية في حرب السبعة أعوام التي نشبت بين البلدين. هو الأمر الذي مثل مطلع حقبة السيطرة البريطانية التامة على جميع الأراضي في القارة الأمريكية الشمالية تقريبا. بعد هذا قررت المستعمرات أخيرا دفع الضرائب للإمبراطورية البريطانية لم يكن عادلا، وقررت على إثر ذلك الانفصال على حكمها والاستقلال بسيادتها. وبعد حرب طويلة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها عن بريطانيا سنة 1776. جلس البلدان على طاولة المفاوضات التي تمخضت معاهدة باريس، والتي من بنودها أحكام الشريط الحدودي بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا البريطانية آنذاك. في بندها الثاني حددت معاهدة باريس هذه الحدود بين البلدين، وأدرجت أنه في نقطة ما من هذا الشريط الحدودي يفصل بين البلدين جدول يمثل رأس نهر كونكتيكوت. وتكمن المشكلة في أن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حدد هذا الجدول على طريقته، فوفقا للولايات المتحدة كان هذا الجدول هو جدول هولز الذي يصب مباشرة في نهر كونكتيكت، بينما حدد البريطانيون رأس نهر كونكتيكت على أنه ما يسمى ببحيرة كونكتيكت الرابعة، وشمل الأمر على الروافد التي تربط بين البحيرة الثالثة والثانية والأولى لنفس النهر، وكذا بحيرة فرانسيس. أي أنه كان لكلا البلدين نظرة مختلفة عما ستكون عليه الحدود، ومنه ظهرت مشكلة تتعلق بمنطقة ريفية صغيرة تتوسط الجدولين اللذان كانت كل دولة تعتقد أنهما يمثلان الحدود الرسمية. شهدت هذه المنطقة الصغيرة كلا البلدين وهو يمارس سلطته وسيادته عليها، وكانت المشكلة الأكبر هي الضرائب، حيث كانت المنطقة تدفع الضرائب للولايات المتحدة الأمريكية وكندا في نفس الوقت. ومنه كان دفع الضرائب المزدوج هنا في نظر سكان المنطقة غير مقبول تماما. وعلى إثر ذلك أعلنوا استقلاليتهم عن كلا البلدين. وفي سنة 1832 برزت جمهورية الجدول الهندي، The Republic of Indian Stream. أسس السكان المنطقة وكتبوا دستورهم الخاص وانتخبوا حكومتهم الخاصة ومرروا قوانينهم وأسسوا نظام جباية وتصرفت دولتهم كأي دولة أخرى ذات سيادة. بالطبع لم يضر هذا الاستقلال الحديث مرور الكرام، بل أثار موجة من ردود الأفعال حول شرعيته من عدمها. كان إعلان جمهورية الجدول الهندي عن استقلالها شبيها بإعلان الولايات المتحدة عن استقلالها منذ عقود آنذاك، وهي الآن ذات دولة سيادة ومعترف بها من طرف الجميع. لكن الولايات المتحدة كانت أكبر حجما وسكانها أكثر عددا ويملكون الكثير من الأسلحة. بشكل أساسي تجاهلت كندا البريطانية إعلان المنطقة لاستقلالها وواصلت إرسال جامعي الضرائب إليها، بينما بدا وكأن الولايات المتحدة أقرت بوجود الجمهورية الجديدة، حيث بدأت تفرض رسوما جمركية على الواردات التي تأتي منها مثل ما تفعله مع أي دولة أخرى. وفي نهاية المطاف أعلن ملك هولندا الذي كان مسؤولا عن الإشراف على مشكلة الحدود بين الولايات المتحدة وكندا على أن المنطقة تابعة لكندا البريطانية، ومنه أمر سكانها بأداء الخدمة العسكرية في صفوف الجيش البريطاني. رفضت جمهورية الجدول الهندي هذا الأمر بمجمله، وأرسلت النائب العام في الولايات المتحدة طالبة الانضمام إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية بشرط أن لا يتم ضمها إلى ولاية نيو هامشاير. فكان رد النائب العام بالرفض، وأعقب ذلك بكونها لا تزال جزءا من ولاية نيو هامشاير الأمريكية. لذا استعدت الميليشيات في نيو هامشاير لغزو المنطقة والسيطرة عليها بالقوة. فصرح الكنديون بأنهم على استعداد لإرسال جيشهم للدفاع عن المنطقة التي قالوا عنها بأنها لا تزال ملكا لهم.
بعد مد وجزر دعت ولاية نيو هامشاير تصريحات الكنديين على أنها محاولة تضليل لا غير، ثم غزت ميليشياتها الجدول الهندي، وهو الأمر الذي كان سكان المنطقة يرغبون في حدوثه منذ البادئ، لأنهم أعربوا عن نيتهم للانضمام إلى دولة واحدة وأن لا يخضعوا لسيطرة الدولتين اثنتين، وكانوا يفضلون الولايات المتحدة التي كان ينقصها حافز فقط لضم المنطقة إليها. تم على إثر ذلك تشريع الحدود الجديدة لجعل منطقة الجدول الهندي تابعة للأقاليم الأمريكية بموجب معاهدة تم توقيعها بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1842، وعاش الجميع بعدها سعداء. هذا الفيديو مصدره قناة Half as Interesting.